السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله رب العالمين. الآن شوف يا شباب، هذا مش أكل، هذا ملح. شوف كيف بيحبوا الملح البقر، ملح ومعادن، يعني فيتامينات، عفوا أملاح ومعادن. شوف هذا الملح، بجيب لهم إياه، شوف شو موجود فيه: صوت، مغنيسيوم، كبر، منغنيز، زنك، فيتامين A و D و E، وكميات الموجودة فيها فوسفات. شوف كل إيش معلومات عنه. هذا جدا، هذا الكيس ما شاء الله 14 دولار 15 دولار الكيس الواحد. شوف كذي جبت ما شاء الله اليوم، لا اليوم جبت لهم شوية أشياء تانية. هذول شافوني جيت، اجوا على طول ما شاء الله، عرفوا اني جايب، زمرت لهم فاجوا على طول، الباقات ما سمعوني. شوف ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم. عشان هيك شفت ما بلحس حاله البقر، لانه عنده ملح. اذا توصل حاله زي ما حكيت لكم انه صار يلحس حاله او يلحس البقره اللي بجنبه، بيكون بده املاح، او شفته قاعد بوكل من الارض، بده ربوكل من الارض رمل، بيكون بده املاح. ها حبايبي كيفكم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كيف حالكم حبايبي، مبسوطات؟ هاي جبت لكم ملح حبايبي، اوكي؟ محملهم جميل بشوية ملح، قال لا هو مش ملح لحاله، ملح ومعه فيتامينات كمان. شوف ما شاء الله عليهم. طبعا اللي مرات شو بيعمل، مش بلحس حاله، بيعيش عن حاله الدبان، بيحرك راسه زي هيك، الدبان بدايق، فأنا كل فترة برشه بدواء عشان الدبان ما يجي عليه وما يضايقه. بس لاحظ ما قاعد بلحس حاله، شاف ما فيش أي علامات إنه بلحس حاله أو بلحسوا بعض. خوفتكم؟ هذا يا شباب البلاك أنجز ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. مش عارف إني بين لكم كيف، بس هو ضخم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شفت هالعروس هاي وجهها بيضة، بالبي هاي، إذا تزوجت بلاك أنجز ذكر بتخلف بلاك أنجز وجهه زي أمه، يعني أولادها، يعني أولادها بيطلعوا بيشبهوها نفس طبق الأصل، سبحان الله. هاي اللي بيصدق فيها المثل تبعنا: أقلب الطنجرة على فمها بتطلع البنت لمها. هذا بتطلع البنت نسخة عن أمها بالضبط، إذا كان ذكر تبعها بلاك أنجز. شايفينهم كيف البلاك أنجز ما أحلاهم حبايبي؟ كيف صحتكم، مبسوطات؟ ما شاء الله، يعني شو قديش أكلوا هذاك حرام، هذيك واحدة برا مش عارفة كيف تدخل. هاي اجت، هاي بيبي، هاي بعد هاي ما حبلتش ولا حبلة، هاي أتوقع هاي الصغيرة كانت عندي، هاي وهذيك صغار كانوا اللي برا. ما شفتوا هاي إن شاء الله جاهز الآن للتعشير، جاهز الآن تحبل إن شاء الله، أتوقع أنها حامل. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي شفتوها، هاي صغيرة بعدها، عمرها تقريبا سنتين، الحليب زايد عندها شوي، يعني حامل إن شاء الله ما شاء الله عليها. هاي 38 اسمها، 38. تعالي حبيبتي تعالي، وين رايحة؟ شفت عشان حكيت اسمك خفتين؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوف هاي الدرع تبعها نازل كثير، إما خلفت إما بدها تخلف، لازم أفحصها أشوفها من ورا، فصراحة مكسر أروح أشوفها. فما شاء الله. طب يا شباب تعالوا بتسلموا علي، بوسوا عمو، تعالوا هيو. طبعا بلاك أنجز صراحة من البقر الخطر شوي، فالواحد لازم يحرص منه، هذا من أخطر أنواع البقر صراحة كخطورة، يعني فالإنسان لازم يظل محرص ينتبه عليه، ممكن يدزك من غير ما تنتبه عليك وتقضع واحد. أنا مرة جبت واحدة وكان عندها ابن، مع أنه ابنها يعني كان كبير، اشتريتها من عند جيراني، فسمعوا الصوت ابنها بالليل بيصيح بينادي عليها، كسرت الشبك، كسرت كأنها يعني مرت على الشبك زي أنه
يعني ورق مشت عنه ولا كانه في شيء من انجنت. سبحان الله كيف الامومه. حبايبي خلي لاخوانكم شويه ملح، شوفين كيف كانوا هجومه. هسه بيطلع طبعا بيقدروا ياكلوا ملح كثير، كل واحد بتاكلها يمكن اليوم باوند، بعدين بتروح هسه تشرب ميه. بيعطشوا هسه بيعطشوا. المهم يا شباب بس حطيت حبيت تشوفوا الحلال ان شاء الله وتشوفوا الوضع عندي. اليوم الجو حلو ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين المزرعة ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. عدد ما غرد طير وطار. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله سبحان الله عدد ما غرد طير وطار. سبحان الله عدد المستغفرين بالأسحار. سبحان الله عدد ما مشى على الأرض ودرج. سبحان الله الذي بيده مفاتيح الفرج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المهم يا شباب صورة سريعة في هذا الجو الممتع الجو الجميل. الله عز وجل يجمعني وإياكم في الجنة يا رب. المهم نستودعكم الله، وقبل ما نسلم عليكم نصلي على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.